الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ساعة مباركة تتابعونا في برنامج خطوة. لا شك أن من خلال هذا البرنامج نركز فيه على أهدافنا الثابتة، من خلال الأهداف الإيجابية، الإرشادات، الرسائل اللي أنتم محتاجينها. لا شك أن يوم عن يوم قاعد نتميز بأهم القضايا والظواهر اللي احنا محتاجينها في بلدنا، محتاجينها في مجتمعنا، أيضا محتاجينها في محيطنا. كل يوم عن يوم قاعد نتميز ببعض القضايا اللي انتم محتاجينها. بالامس كنا نتكلم عن القضايا الاجتماعيه وتكلمنا عن علوم الشرعيه، اليوم راح نتكلم عن القضايا التربويه، ولعل من اهم القضايا راح نناقشها هو المعلم الجديد. باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بمدير مساعد في وزاره التربيه الاخ محمد السنداني. يا هلا فيك. الله يحييك دكتور سالم، وشكرا على الاستضافه وشكرا على طرح المواضيع التربويه. تسلم يا ابو عمر، ولا شك من خلال يعني حضرتك احنا دائما نتشرف لمثلك وامثالك اللي للامانه نحاول نركز على هذه القضايا، لان فعلا انتم تحطون دائما النقاط على الحروف. بدايه سيد استاذي الغالي، المعلم الجديد، مقدمه عن المعلم الجديد. طبعا الإقبال على وظيفة التدريس يتطلب استعداد كبير، يعني خصوصا أن مهنة التدريس مهنة شاقة ومهنة تتطلب مهارات أيضا خاصة، منها القدرة على التعامل مع الآخرين، القدرة على ضبط الوقت، القدرة على نقل المادة، على شرح المادة، على استيعاب المادة، القدرة على شرح الجزيئات، شرح الجزء للكل والكل للكل. وبالتالي هي ليست عملية سهلة أن تواجه جمهور، وجمهور يتطلب منك أو يطلب منك يعني اختصاص معين دقيق وعام. وبالتالي دخول المعلم أو المرشح للتعليم لا يجب أن يكون دخول سهل، صح، ودخول يعني عشوائي مثلا كأنها وظيفة، يعني لا، يتطلب أن يكون هذا المعلم معد إعدادا حقيقيا من خلال أول بداية كلية التربية، ومن ثم الدورات التدريبية، صح، ومن ثم الميدان، وأن يدخل الميدان ك يعني ملاحظ أوبزيرفر من بعيد، ومن ثم يدخل إلى يعني خطوة بخطوة إلى مجال التدريس، ويعد إعدادا سواء في التربية في المجال التربوي والسلوكي، وأيضا في مجال المادة العلمية. أنا ودي أتكلم أيضا أبو عمر على أهمية اختيار المعلم الجديد. هل هناك مثلا شروط معينة للمعلم الجديد؟ أنا أعلم أن خريجي وزارة مثلا أو كلية التربية وأيضا التطبيقي لهم يعني توجهات خاصة من خلال وزارة التربية، هل في شروط معينة لاختيار أو انتقاء بعض المعلمين؟ ليش والله انت تعور قلبي يعني. ليش تضحك؟ يعني هي وظيفة حالها بالدولة، صحيح. هي وظيفة حالها حال وظائف، يقدم الشخص تخصصه يبونه في الديوان يحولونه الوزارة. إذا خريج كلية تربية وكلية تربية أساسية، لا هذا خلاص دايركت يروح، ما ندري شنو الوضع. يعني أنا كنت خريج كلية الآداب، فبالتالي عملوا لنا اختبار ومن ثم مقابلة، وبعد المقابلة تأخذ يعني يحددون درجتك وتدخل على حسب درجتك، إما ابتدائي أو متوسط أو ثانوي. الفكرة وما فيها الآن كيف يختار، يعني يتم اختيار المعلم، قلت لك في كلية التربية يعني للأسف أن عدد كبير جدا يعني يستطيع أن يدخل كلية التربية ومن ثم ينتقل من كلية التربية إلى وزارة التربية، حتى لو كان هناك اكتظاظ في التخصص في كلية التربية، وهذا يحتاج إلى موازنة ما بين يعني سوق العمل في الكويت وما بين يعني أعداد القبول في الكليات في كليات التربية والتربية الأساسية. بعمر أنا خطر على بالي فكرة أن الآن إحنا مقبلين على مثلا على سبيل المثال خريجي الثانوية مثلا، ليش مو من الآن يبدأ توجيه طلبة الثانوية إلى التخصصات المرغوبة؟ ما تعتقد بأن وزارة التربية هي محتاجة مثل هذه النشاطات في المدارس؟ لا، الفكرة أكبر من سوق العمل. أنا بس تكلمت عن جزئية سوق العمل مع كلية التربية عشان يضبطون الأعداد، لكن الفكرة أنا ما أعلم الطلاب فقط لأجل سوق العمل. هو فعلا سوق العمل مهم، لكن بالنهاية في شخص يبي يدرس رسم ويبي يشتغل بروحه،
في شخص مثلا يدرس موسيقى ويشتغل بروحه شيء خاص، لكن احنا متطلبات الدوله وديوان الخدمه كل سنه مشكورا يصدر التخصصات المطلوبه وغير المطلوبه او المرغوبه وغير المرغوب فيها. فبالتالي هناك يعني امر واضح امام الطلبه في التخصصات التي من الممكن ان يكون هناك فرص في التوظيف في الحكومه، والتخصصات التي لا يوجد لها فرص للتوظيف في الحكومه. وهنا يجب ان نفهم قاعده ان البلد او الدوله من مسؤوليتها توفير فرص وظيفيه وليس توفير وظائف. فرص وظيفية المقصد فيها ان احنا محتاجين لازم نوفر له فرص، يعني مثلا انا كدولة يعني اوفر بيئة عمل مناسبة للشركات الخاصة في اي مجال، وبالتالي الشركات هذه ستتطلب يعني مثلا او تطلب موظفين في مجال الهندسة، محاسبة، اقتصاد، لغة، اي تخصص، وبالتالي انا مخرجاتي هذه وفرت لها بيئة أو بيئة عمل أو فرص وظيفية في السوق سواء خاص أو عام. فيعني هذه الطريقة يعني أبو عمر، أنا ودي أتكلم أيضا عن مستوى المعلم. إحنا تكلمنا في حلقة سابقة وذكرت أنت جملة أنا أشوفها حيل ممتاز، لما قلت في فرق ما بين وظيفة وما بين مهنة. اللي إحنا قاعد نشوفه الآن كله وظائف. طبعاً. زين، المعلم الجديد أبو عمر، ودي أن نأخذ بعض النصائح والإرشادات من حضرتك. المعلم الجديد، الطالب والشخص الذي يريد أن يقبل على التعليم كمهنة، يجب عليه بداية أن يعد نفسه إعدادا علميا حقيقيا ومستمرا للمادة التعليمية. يجب عليه أيضا أن يدرس الاستراتيجيات التعليمية بمختلف أنواعها وطرق التربية بمختلف أنواعها، وأن يبدأ بنفسه في مجال إعداد الشخصية التي يريد أن يقبل بها على طلبة، وأن يكون هناك لديه شغف في التعلم ورغبة في تطوير ذاته، رغبة دائمة. زين أبو عمر، معلش أنا بكون واقعي أكثر. الآن أنا قدمت على وزارة التربية وقبلوني، الله يجزاهم خير. أول خطوة شنو يصير الحين أنت كمسؤول؟ تبي تناقش الوضع الحين؟ لا مو الحين. أنا الوضع يضيق خلق. أنا بتكلم بشكل عام. أول خطوة شو تسوون له؟ مثلاً أنا استقبلت المعلم الجديد. أنا جاي معلم جديد. أخذ هذا المعلم وأحوله إلى رئيس القسم. رئيس القسم يأخذ هذا المعلم ويبطل له ملف. أول شيء يدخل هذا المعلم إذا كان مثلاً يعني لم يسبق له. أيوة نعم. لم يسبق له تدريس، فيدخل على المعلمين الأصحاب الخبرة، فيعرف شلون الدرس ينشرح، يشوفه هل يعرف يحضر أو ما يحضر، إذا ما يعرف يعلمه شلون طريقة التحضير، يشوف مستوى العلمي، مستوى التربوي، وبالتالي يبدأ يلاحظ يعني مستوى سواء في الجانبين العلمي والأدبي، وأيضا يلاحظ الشخصي. يعني هناك معلمين مثلا تقصد القدرات الشخصية ما عنده، ما يقدر يضبط انفعالاته معلم. زين أبو عمر، احنا نلاحظ مرات في وسائل التواصل في يعني بعض فيديوهات يعني احنا نشوفها، يعني نقول خطأ اللي قاعد يسوي المعلم، مثل المعلم يكون ضحكه زايد مع الطلبه، في حين لو الطلبه يردون عليه ايضا بضحك زايد. هذه الفيديوهات هل انت تشوفها فعلا هي مناسبه ولا لا، ان في ظرف معين لابد انك تقدم مثلا جزء من الكوميديا؟ يعني المعلم مو ممثل، لكن انا اقول لك المعلم يفترض عليه ان يكون قريب من الطلبه، يعرف شخصي، يعني يفهم شخصياتهم، يفهم حاجاتهم، الضحك والاستلطاف، ويعني جعل البيئة المدرسية بيئة جاذبة للطلبة والتقرب من الطلبة، هذا أمر جيد. لكن عاد توصل إلى مرحلة الاستهتار والاستهزاء مصاخة. زين، لو قلنا العكس مثلا وتكون لعل يمكن هي الحين ختام في أقل من دقيقة، أن نشوف معلمين جادين في التدريس. يعني أنا أعرف، يعني حتى أذكر لما هي ما كنا ندرس، لما يكون المعلم فلان نستأنس، لكن في معلم لا يبغى يضيق الخلق، هذا عصبي. هذه النموذجين ما بين الكوميديا وما بين الجد، في شيء وسط. يعني الجد هذه شخصيته، هو انت 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 تطلب ان من هذا الشخص ان يكون معلم ينقل المعلومه ويقيم الطلبه ويتابع ادائهم وهالامور، بس انت مو مطلوب من ان يضحك الطلبه او ان يعني يتغجر وياهم، لكن هم الثاني هم نفس الشيء. فبالتالي الموازنه ما بين الشخصيتين هذا المنشود. لكن اذا كان والله هذا الشخص مؤدي وظيفته بكل جداره،
فنعم وهلا يعني ما. إذا الآن وصلنا الختام، بعمر كلمتك الأخيرة للمعلم الجديد. والله يا دكتور سالم أنا أتمنى أن يقبل على التعليم كل شخص يرغب في أن يكون معلما، وليس كل شخص يرغب في أن يحصل على الكادر، كادر التعليم أقصد. فبالتالي مهنة التعليم هي أمانة ورسالة، يجب على كل شخص أن يعرف قيمة هذه المهنة وهذه الرسالة، لأن الأمانة أمانة أجيال وأمانة بلد وأمانة أسر وأمانة عوائل، كل هذه برقبة المعلم المجتهد والمهمل. قباك الله، شكرا لك أبو عمر مساعد مدير في وزارة التربية، والشكر أيضا موصول السادة المشاهدين على حسن استماعكم أيضا مشاهدتكم لنا. أسأل الله عظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.